سيدنا رسول الله آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فوائد: الأولى، صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد. طبعا هو تعرض لصحيح ابن حبان عند الكلام أو عند المقارنة فيما بينه وبين مستدرك الحاكم، وبين أن صحيح ابن حبان يعني لا يمتاز أو لا يعرف بالتساهل كما هو الحال في مستدرك الحاكم. فصحيح ابن حبان يعني ابن حبان كان أشد تحريا من الحاكم رضي الله عنهم أجمعين. فيقول صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، كما هو المعروف من كتب السنة المصنفة إما على الأبواب أو على المسانيد أو على الموضوعات الفقهية أو نحو ذلك. ولهذا سماه التقاسيم والأنواع. والإمام ابن حبان في صحيحه قسم الكتاب إلى 5 أبواب أو 5 أقسام: باب في الأوامر، وباب في النواهي، وباب في الأخبار، وباب في المباحات، وباب فيما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأفعال، أو فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من البشر. وطبعا كل تحت كل باب أو تحت كل قسم من هذه الأقسام أيضا يفرع ويقسم أقساما أخرى. فممكن تجد تحت قسم أو من هذه الأقسام مثلا ما يقرب من 20 أو 30 باب. وهذا التقسيم غير موجود في كتب السنة إلا عند ابن حبان فقط، وحتى هو باين من اسمه التقاسيم والأنواع. وطبعا مقدمته في هذا الكتاب تكلم فيها عن علم مصطلح الحديث وأقسامه، و بيّن فيه بياناً شافياً لعلم الحديث، وهي مقدمة مهمة جداً جداً. يعني لم يفعله أحد قبله، هذا التبويب وهذا التقسيم لم يفعله أحد من أئمة الحديث الذين صنفوا في الحديث، لم يفعلوا هذا قط، لم يفعل أحد منهم هذا. فابن حبان هو وحده كده ليه تقسيم خاص به، ولذلك تجد أن البحث فيه صعب جدا. يعني من أصعب كتب السنة إنك تبحث فيه عن حديث عشان تطلعه هو صحيح ابن حبان. وهو قال ان انا عملت كده ليه؟ عشان الناس تحفظ، ما يبقاش عن سهل عنده ان هو ايه، طب هو الموضوع الفلاني، طيب او الحديث مثلا في حرف الالف اروح مطلعه من حرف الالف وهكذا. لا، هو يعني تعمد ان يفعل هذا حتى يحفظه الناس ويشجع الناس وتعلو هممهم في الحفظ. ولذلك الكتب الأخرى عشان سهلة التناول فتلاقي الناس ما بتحفظهاش، لأنه عارف الحديث اللي هو عايزه هيقدر يطلعه من الحتة الفلانية.
لكن لما انت متبقاش عارف الحديث هتطلعه منين، يبقى غصب عنك هتحفظ الكتاب، وهو كان ده مقصوده رحمه الله. وطبعا هذا التقسيم برضو يدل على تمكن الإمام ابن حبان من علوم شتى زي علم أصول الفقه وغيره، لأنه ما يعملش هذا التقسيم أو لا يصنع هذا الصنيع إلا إمام عالم متمكن من العلوم، خاصة علم أصول الفقه. ولهذا سماه التقاسيم والأنواع، وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنحو والفلسفة، ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة وكادوا يحكمون بقتله، ثم نفي من سجستان إلى سمرقند. والكشف من كتابه عسر جدا، يعني صعب انك تطلع حديث من صحيح ابن حبان، ولذلك جاء بعض المتأخرين ورتبه على الأبواب، ومنهم من رتبه على الحروف. وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا. طبعا قلنا قبل كده يعني ايه الأطراف، حد فاكر؟ يذكر طرف الحديث في أوله، أو ربما يذكر اللفظة المشهورة في الحديث، حديث معروف بلفظة معينة أو بجملة معينة، يذكر هذه الجملة أو الجملة التي في أول الحديث، فهي دي اللي يسموها الأطراف. وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. الحافظ نور الدين الهيثمي اللي هو صاحب مجمع الزوائد صنف كتابا في زوائد ابن حبان على الصحيحين، يعني الأحاديث التي تفرد بها ابن حبان عن الصحيحين، أي هي في صحيح ابن حبان وليست في صحيح البخاري ومسلم. الثانية صحيح ابن خزيمة، أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان. ليه بقى؟ لماذا؟ قال لك لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك، يعني كأنه بيتوقف فيه، حاسس إن الإسناد ده في حاجة مش عاجباه، فيقول إيه؟ والله إن صح هذا الخبر. وحتى تجد كثيرا ما يقول إيه؟ في القلب من هذا الإسناد شيء، زي مثلا عندما جاء وروى حديث صلاة التسبيح. صلاة التسبيح صورة مخصوصة، ليست كالصلاة التي نفعلها فيها ركوعين يعني كمية كبيرة من الذكر، ليست في الصلاة العادية. فعندما روى ابن خزيمة حديث صلاة التسبيح في صحيحه قال وفي النفس من هذا الإسناد شيء. وتجد كثيرا ما يقول هذه العبارة، أو إن صح الخبر، وأحيانا ينبه على ضعف بعض الروايات. ومن الطرق التي يبين بها ضعف الرواية إن هو يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد، يعني يعكس الموضوع، يذكر المتن الأول بعدين يذكر الإسناد ويتكلم بقى على الإيه؟ على الإسناد ده. طيب الأحاديث الضعيفة اللي رواها ابن خزيمة في الصحيح دي نقدر نقول عليها صحيحة؟
لا، يبقى هذه الأحاديث ليست على شرطه في الصحيح، لأن هو بيبين، هو نفسه بيبين ضعفه، فما نقدرش نقول عليها إنها إيه صحيح. ومما صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها: السنن الصحاح، السنن الصحاح المأثورة، اسمها كده، لسعيد بن السكن، طبعا سنن سعيد بن السكن يعني برضو من أشد كتب الصحاح تحريا للصحة، حتى إن ابن حزم لما ذكر مراتب الكتب، كتب السنة، جعل سنن سعيد بن السكن في المرتبة التي تلي الصحيحين مباشرة، جعل سنن سعيد بن السكن في المرتبة التي تلي الصحيحين مباشرة. وسعيد بن السكن هذا هو أصل بغدادي، ونزل بمصر وتوفي بها، توفي في مصر. وروى البخاري عن الفرابري مباشرة، يعني أخذ من الفرابري مباشرة صحيح البخاري، ومن طريقه انتشرت إلى الآفاق، ومنها إلى بلاد المغرب وغيره. الثالثة: صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة، وأكبرها رواية القعنبي. احنا لما تكلمنا عن موطأ مالك قبل كده قلنا ان في روايات كثيرة، كثيرون رووا الموطأ عن الامام مالك، ومن اجلهم الامام الشافعي رضي الله عنه. وقال العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص. لأن الإمام مالك كان يضيف إلى الموطأ ويحذف منه في أثناء حياته، يروي أحاديث ثم يرجع عنها ولا يرى العمل بها فيحذفها من الموطأ، ويرى أحاديثا، يروي أحاديثا أو أحاديث كثيرة يراها أنها يعني أصح من التي حذفت فيضعها في الموطأ. ولذلك من هنا جاءت موضوع إيه، إن الروايات مختلفة، ليست كل روايات الموطأ مثل بعضها، يعني رواية القعنبي مش هتلاقيها مثل رواية محمد بن الحسن الشيباني، مش هتلاقيها زي الروايات الأخرى، ففي إيه حذف وزيادة في النسخ أو في الروايات التي رواها أصحابها عن الإيه الإمام مالك مباشرة. ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب: هذا زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. وهنا ابن حزم بقى هيذكر مراتب كتب السنة. وأما ابن حزم فإنه قال: أولى الكتب الصحيحات،
صحيح البخاري ومسلم أعلاها في الصحة، ثم صحيح ابن السكن أو أتى بصحيح ابن السكن بعد الصحيحين مباشرة، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم ابن أصبر، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم ابن أصبر ومصنف الطحاوي. طبعا هو لم يذكر سنن الترمذي ولا سنن ابن ماجه. ليه؟ لأن هم ما دخلوش الأندلس أصلا إلا بعد موت ابن حزم. الترمذي وابن ماجه لم يدخل الأندلس إلا بعد موت ابن حزم، فابن حزم لم يرهما أصلا، ولذلك لم يذكرهما هنا. ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهوية والطيالسي والحسن بن سفيان والمسندي وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غرزة، وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا. يعني هذه الكتب وهذه المسانيد والصحاح ليس فيها كلام أحد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده هو هيأخر موطأ مالك. ليه؟ لأنه في كلام للصحابة والتابعين وغيرهم من البلاغات والمراسيل، فليس الموطأ كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخره. والإمام مالك كان يرى صحة هذه البلاغات وهذه المراسيل وكان يحتج بها، ولذلك أدخلها في كتابه الموطأ. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، ثم مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذر، ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي وموطأ مالك. أخروا فإيه جعله في مرتبة متأخرة. وطبعا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يعني قال أن هذا فيه غلو ولم يصب ابن حزم في صنيعه هذا، بل الصواب أن يكون الموطأ بعد الصحيحين مباشرة. وقال إن ابن حزم ما أنصف في هذا، إنه يؤخر الموطأ هذا التأخير، بل الصواب أن يجعله بعد الصحيحين. وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها. فهذه طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه. ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته 800 حديث ونيفا مسندا ومرسلا يزيد على 200. وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا. النيف من 1 إلى 9، نيف من 1 إلى 9. وفيه أي في موطأ مالك يعني نيف 70 حديثا
قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة وهاها الجمهور أو جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتاب مراتب الديانة. طبعا قلنا أن إيه الحافظ الذهبي انتقد هذا الكلام وقال إيه كان من الأحرى به أن يقدم الموطأ مالك بعد الصحيحين. من كلام مثلا التابعين وكذا، لا في لكن ليست بالكثرة التي في باقي الكتب، ليست في بالكثرة التي في مثلا موطأ مالك. وحتى يعني هذه الآثار كل ايه تمشي كذا باب ما تلاقي مثلا ايه اثر جايبه عن بعض التابعين او اثر موقوف او نحو ذلك. هذا الذي ذكره ابن الذهبي ذكره في أي كتاب؟ لا أذكر، لكن هو سهل البحث فيه يعني سياق أعلام النبلاء. والإمام البخاري لما بيذكر أثر معلق أو موقوف إنما يذكره معضدا لحديث مثلا أو يستشهد به على حديث في الأصل، نادرا لما يصدر الباب بمثلا قول للتابعي أو للصحابي بخلاف الكتب الأخرى. فهذا في البخاري ومسلم قليل جدا، ولذلك هو قال إيه يعني كأنه البخاري ومسلم يعتبروا من الأحاديث التي إيه أفردت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا في كتابيهما. واضح؟ الثالثة من مسائل الصحيح الكتب المخرجة على الصحيحين. احنا قلنا طبعا قبل كده إيه هو إيه مستخرج؟ حد فاكر؟ نسيت. بسنده هو. نعم. صحيح. نعم. ما فات الشيخان. بمثلهم. الكتب المخرجة على الصحيحين. هيقول بقى ايه زي ايه الكتب المخرجة على الصحيحين؟ كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري ولأبي عوانة الإسفرائيني. ده بقى إيه على مسلم. طبعا مستخرج أبو عوانة يعني أورد فيه أيضا أحاديث مستقلة ليست في الصحيحين ونبه عليها، نبه على هذه الأحاديث.
يعني يوجد في مستخرج أبي عوانة أحاديث ليست في مسلم ونبه عليها. وكذلك في مسند أبي عوانة يوجد فيه الحديث الحسن ويوجد فيه الحديث الضعيف أيضا. يبقى مش معنى أنه هو مستخرج على الصحيح أن يبقى اللي فيه إيه صحيح كله، لا، فيه الحسن وفيه طبعا فيه الصحيح، طبعا فيه الحسن وفيه الضعيف، وفي أحاديث مش موجودة في الصحيح أصلا هو نبه عليها إيه من زياداته. ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد رجاء النيسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، كل دي مستخرجات. ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النصر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني. طبعا مستخرج أبو نعيم برضو فيه كثير، يعني بيروي فيه عن كثير من الضعفاء. مستخرج أبو نعيم الأصفهاني. وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي على كل منهما، أي البخاري ومسلم يعني. ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد، أي على البخاري ومسلم. وطبعا بالنسبة للمستخرجات، الإمام المستخرج كلما بعدت المسافة الزمنية بينه وبين صاحب الأصل سواء بقى البخاري أو مسلم، طبعا ده هيقتضي إيه؟ إن الرجال والرواة هيكثروا. كلما بعدت إيه؟ بعد التاريخ بينه مثلا وبين البخاري أو بينه وبين مسلم، هيقتضي إن الرجال هيكثروا. وإذا كثر الرجال هنحتاج إن إحنا نبحث عن أحوالهم رجلا رجلا. فيبقى من شروط المستخرج ألا يبعد الفاصل الزمني بين صاحب المستخرج وبين صاحب الأصل سواء البخاري أو مسلم أو غيره، لأن حتى في مستخرجات على السنن كمان، فيبقاش المسافة الزمنية بينهم إيه كثيرة. طيب إيه فوائد المستخرجات؟ حد فاكر؟ نعم، زيادة الطرق وعلو الإسناد، وليها أرض أيضا فوائد أخرى. يعني مثلا حديث روي موقوفا في الصحيحين وروي في المستخرج مرفوعا، يبقى دي فايدة اهي. طيب حديث مروي في الصحيحين وأحد رواته مدلس ولم يصرح بالسماع العام وهو مدلس، بينما رواه صاحب المستخرج عن هذا المدلس مصرحا بالسماع كأن قال حدثنا فلان، وهو هنا صرحه بالسماع. يبقى كده نفهم ان البخاري او مسلم لم يروي عن هذا المدلس الا لتأكده انه سمعه من شيخه. لذلك بقى الناس اللي جايين بقى بيضعفوا الاحاديث اللي في البخاري ومسلم في هذا الزمن، يقول لك ايه ده اصل فلان مدلس ولم يصرح بالسماع.
البخاري ومسلم لا يروي عن لا يروي عن المدلس إلا إذا تأكد أنه سمعه من شيخه. ودي أحد فوائد المستخرجات، إنه يروي الحديث عن هذا المدلس مصرحا فيه بالسماع. طيب، أحيانا برضو في البخاري أو مسلم أو في كليهما يكون هناك أسماء مبهمة أو مهملة، سواء في السند أو في المتن، ويأتي صاحب المستخرج ويخرج هذا الحديث ويبين اسم هذا الرجل المبهم أو المهمل. دي فايدة، عرفنا مين هو الرجل ده اللي في هذه الرواية. أحيانا أيضا يروى الحديث في البخاري ومسلم أو مسلم ويكون الحديث فيه إدراج، ولكن هذا الإدراج غير مبين في رواية الصحيح. عارفين ايه هو الإدراج ولا حد فاكر؟ ايه هو الإدراج؟ يعني مثلا ايه زي ايه ابو هريره كده لما ياتي على حديث الوضوء ويذكر صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ويل للاعقاب من النار، فبعضهم قال هذا مدرج من هذا، يعني ايه هذا من كلام ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو في هذه الروايه غير مبين. لأول وهلة كده هتفهم إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي صاحب المستخرج ويخرج هذا الحديث ويبين فيه أن هذه اللفظة هي من كلام الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أيضا من فوائد إيه؟ مستخرجات. أو طبعا زيادة الثقة، إن بعض الثقات يروي حديثا ويأتي ثقة ويروي هذا الحديث ولكن يزيد فيه لفظة، وهذه اللفظة أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدرج فهذه الزيادة هي من كلام الصحابي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهة منفك، يعني في هناك فارق بين زيادة الثقة وبين الإدراج. الثقة يزيد لفظة وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست من كلام الصحابي، بينما الإدراج أن يزيد الصحابي عبارة أو جملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتوهم لأول وهلة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست من كلام، فهذا يسمى مدرجا. ففوائد المستخرج أو المستخرجات أنها تبين الإدراج في الحديث. طبعا ابن حجر رحمه الله كان ذكر في نكته على ابن الصلاح أن من فوائد المستخرجات عدالة الرواة الذين روى لهم صاحب المستخرج ثم رجع عن هذا،
فذكر في موضع آخر أنه لابد من البحث عن أحوالهم ورواتهم. طبعا إذا إيه لم يكونوا من إيه من رواة الصحيح، فهو ذكر ذلك ثم ذكر ما يناقض هذا بعد، فكأنه رجع عن هذا. فما حدش يجي يقرأ يجد هذه العبارة لابن حجر ويغتر بها، لا، ده هو بعد كده ذكر كلاما غير هذا ورجع عنه. يبقى الرواة الذين أخرج لهم أصحاب المستخرجات لا يفيد عدالتهم بمجرد ذكرهم في هذه المستخرجات أو بمجرد الرواية عنهم في هذه المستخرجات. واضحة النقطة دي؟ وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. أي كتاب بقى، مش لازم الصحيحين، إنما قلنا إن في مستخرجات على السنن من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. يبقى الأحاديث هي أو في أغلبها هي نفس الأحاديث التي في الأصل. قال شيخ الإسلام: وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. يبقى إذا كان هيصل إلى شيخ أبعد ولكن السند هيبقى أعلى أو في زيادة ليست موجودة في الأصل الذي يخرج عليه، فلا بأس أن يذهب هذا المذهب. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك. وربما قال: من هنا لم يخرجاه أو لم يخرجاه. قال: ولا يظن أن أو يظن أنه يعني البخاري ومسلما. فإني الحافظ بقى هو اللي بيتكلم برضه: استقريت صنيعه، أي تتبعت صنيعه في ذلك، فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم. يبقى أبو عوانة لما يجي يقول لم يخرجاه يبقى يقصد مين؟ البخاري؟ لا، مسلم وأحمد بن سلم، مش البخاري ومسلم. مسلم أحمد بن سلم، أحمد بن سلم ده كان قرين الإمام مسلم، حتى إنه أحمد بن سلم يقول إيه: كنت مع مسلم في تأليف هذا الكتاب. يعني مسلم قاعد بيألف الصحيح بتاعه، أنا كنت قاعد معاه، وكان يعني من أقران الإمام مسلم، وهو الذي حكى لنا كيفية وفاة الإمام مسلم رضي الله عنه. واحد سأله في مجلس عن حديث، فلم يعلم هذا الحديث أو لم يسمع به، وكون ان واحد يقوله له وهو لا يعلمه، دي بقى كبيرة عند الامام مسلم. يعني واحد قاعد بيقول لي حديث وانا مش عارفه من الطلبة او من اللي بيذاكروا معايا، فاروح البيت، ذهب الى منزله واضاء السراج
وقال لمن في البيت لا يدخل علي أحد، فقالوا له قد أهدي لنا جراب تمر، يعني في ناس جابوا لنا تمر كده هدية في جراب، فقال قربوه يعني هاتوه، وإيه قال لهم إيه خلاص بقى ما حدش يشوف إيه، لا يدخل علي أحد. وأخذ يبحث عن هذا الحديث، وهو يبحث عن هذا الحديث يأكل من التمر حتى جاء الصبح ووجد الحديث، ولكنه كان قد إيه أجهز على التمر بأكمله وهو لا يدري، هو قاعد بيبحث وإيه عمال يأكل من التمر ومش واخد باله ومشغول بالحديث الذي يبحث عنه، فأكل التمر كله فمرض ومات بسبب هذا. طبعا بقى إيه أكيد نسبة السكر ارتفعت في الدم لو يأكل جراب تمر بحاله، فمرض إيه من هذا ومات رضي الله عنه. والذي حكى لنا هذا هو أحمد بن سلمة، هذا قرين مسلم، وصنف مثل مسلم. وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، يعني يأتي على أحاديث في البخاري أو في مسلم أو في الكتاب اللي هو بيخرج لي ولا يجد سندا يرضاه هو ليخرج به هذا الحديث سندا لنفسه يعني، فيترك هذا الحديث ولا يخرجه. يبقى إذن هذا نفهم منه إيه؟ أنه ليست كل الأحاديث التي في الأصل موجودة في المستخرج، فاللي يأتي مثلا لحديث صحيح البخاري ويعمل عليه مستخرجا ليس شرطا أن يكون فيه كل الأحاديث التي في البخاري أو أي كتاب سواء مسلم أو السنن أو ما شابه. وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب لم يجد سندا يرتضيه هو لنفسه فيذكرها من طريق صاحب الكتاب، يبقى هنا ما فيهاش إفادة، يعني ما فيهاش زيادة أو إفادة. ثم إن المستخرجات المذكورة لن يلتزم فيها موافقتها أي الصحيحين في الألفاظ، لم يلتزم فيها موافقتهما بقى، هي عندكم إيه؟ موافقتهما، في حد عنده موافقتها؟ أنا عندي موافقتها، أي الصحيحين في الألفاظ، يعني مش شرط إن يكون الحديث اللي في المستخرج هو بنفس اللفظ الحديث الذي في الصحيح، فربما يوجد تفاوت في اللفظ أو يرويه صاحب المستخرج بالمعنى، أن يرويه بالمعنى، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، هو شيخ حدثه بهذا اللفظ فمش هيقدر يغير فيه، وربما كان هذا اللفظ مخالفا لما في الصحيح، فحصل فيها تفاوت أي اختلاف قليل في اللفظ وفي المعنى أقل، يبقى ممكن يبقى في اختلاف في اللفظ ممكن يبقى في اختلاف في المعنى، لكن الاختلاف في المعنى أقل من الاختلاف في اللفظ، وإلا بقى لو كان هيبقى الاختلاف في اللفظ والمعنى يبقى مش هو الحديث،
ليس هو، بحديث آخر بقى. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري ومسلم. وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى، وده كثير من طلبة العلم بيقع فيه، إن لما يجي البيهقي أو البغوي أو غيره يقول رواه البخاري ومسلم، فهو يأخذ اللفظ من البغوي أو من البيهقي ويقول الحديث ده رواه البخاري أو رواه مسلم، وهم قصدهم إن يعني مش لازم يبقى باللفظ، ولكن أصله في البخاري أو أصله في مسلم، فلا يجوز لك أن تأتي بعبارة البيهقي أو بعبارة البغوي أن هذا رواه البخاري ومسلم وتأخذها وترويها كما هي، لأنه ربما يكون هناك اختلاف في اللفظ أو في المعنى، وإنما هما يعني البيهقي أو البغوي يريدان أن أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم. فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله، يعني البخاري ومسلم رويا أصله، أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه. ودي نقطة مهمة جدا تاخد بالك منها. عايز بقى تقول رواه البخاري ومسلم، ترجع للإيه؟ لأصل البخاري ومسلم. وحينئذ فلا يجوز ذلك لك، يعني يحرم هذا، أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما، أي الصحيحين، إلا أن تقابله بهما، يعني ترجع للصحيحين وتشوف اللفظ فيهم إيه، تتأكد من لفظ البخاري ومسلم هل هو فعلا نفس اللفظ الذي أورده البغوي أو البيهقي أو غيره من الأئمة أم لا، إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه. المصنف بقى نفسه البغوي أو البيهقي يقول لي هو موجود في البخاري بلفظه أو في مسلم بلفظه، أو أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أو اللفظ للبخاري، حينئذ يجوز لك أن تروي هذا. لكن إن هو يقول رواه البخاري ومسلم ويسكت، وتأتي بالحديث وتقول هذا رواه البخاري ومسلم، هذا لا يجوز. بخلاف المختصرات من الصحيحين، مختصرات من الصحيحين زي مثلا مختصر الإمام الحافظ المنذري، عمل مختصر للصحيحين، وهذا المختصر تقيد فيه بألفاظ الصحيحين، لم يزد فيهما شيئا ولم ينقص منهما شيئا، فإنهم نقلوا فيهما ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بلفظ، وكذا الجمع بين الصحيحين. يعني في كتب مختصرة أي اختصرت الصحيحين، وفي كتب جمعت بين الصحيحين لعبد الحق، عبد الحق الإشبيلي، وهو من أفضل الكتب التي جمعت بين الصحيحين. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. طبعا كلمة بلا تمييز دي فيها نظر، فالزيادات اللي كان بيزيدها الحميدي كان بينبه عليها،
ويبين أن هذه من زيادته. فكلمة بلا تمييز دي فيها نظر. قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه، أي في الجامع الحميدي، كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ. يعني يأتي بعض الناس إلى هذه الزيادات أو بعض هذه الزيادات التي زادها الحميدي وهو لا مش واخد باله، ويقول هذا في الصحيحين، بينما هو من زيادة الحميدي. والحميدي ميز هذه الزيادات، ولكن ربما يغفل القارئ ولا يدري أنها من هذه الزيادات التي ميزها الحميدي، فيقول هذه في الصحيحين. وهو ده معنى قوله: فربما نقل من لا يميز، أي من لا يميز الزيادات من غيرها، بعض ما يجده فيه، أي في جامع الحميدي، عن الصحيح وهو مخطئ، لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي: وهذا مما أنكر على الحميدي، لأنه جمع بين الكتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ طبعا الكلام ده إيه؟ يعني احنا قلنا فيه نظر، يعني الحميدي هو نبه على هذه الزيادات. قال: واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك. وليس كذلك ليه؟ لماذا؟ لأنها ليست من الصحيح، هذه من زيادات الحميدي، فليس لها حكم الصحيح، لأن ما رواها بسنده كالمستخرج، يعني كأنها مستخرج على الصحيحين، لأنها إنما هو رواها بسنده هو. ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك، أي لم ينبه على ذلك في المقدمة، أن هذه الألفاظ التي زادها إنما اشترط فيها الصحة، لم يقل هذا. قلت: من بقى القائل؟ السيوطي. هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال: ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح. وكذلك ويكفي وجوده اللي هو إيه؟ الحديث، أي حديث. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي. انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأول ولا فتأمل؟ فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام هو ابن حجر قال: قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه. حجر بيقول ان الكلام اللي اعترض فيه على الحميدي، لا هو نبه على الكلام ده فبيعترض عليه. لماذا يعترض عليه؟ اما اجمالا فقال في خطبة الجمع، في خطبة الكتاب الذي جمع فيه بين الصحيحين يعني: وربما زدت، الكلام ده كلام مين؟ الحميدي. وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني. وأما تفصيلا فعلى قسمين: جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاده البرقاني.
ايه الحميد هو بينبه على زياداته، فبيعترض عليه ليه ان هو اتى بزيادات، لهذا الاعتراض ليس في محله. واما الخفي فانه يسوق الحديث كاملا اصلا وزياده، يعني الحديث وزيادته، ثم يقول اما من اوله الى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه أي الزيادة يعني زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح. طبعا هذا الكلام يعني إيه يعني برضو ايه فيه نظر ان الزيادات التي زادها الحميدي ليست لها حكم الصحيح، بل يبحث فيها ايضا عن احوال الرواه، وهي كالمستخرج على الصحيحين. يبقى ايه مش ايه كون ان هو جمع في كتابه الاحاديث البخاري ومسلم يبقى هذه الزيادات تأخذ حكم الصحة، لا، هي كالمستخرج سواء لسواء. يبقى إذن هذه الاعتراضات التي اعترض بها على الحميدي ليست في مواضعها، بل الإمام الحميدي نبه على هذه الزيادات التي أتى بها من كلام الأئمة الذين اعتنوا بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني وغيرهم. الله تعالى أعلى وأعلى.